يسعد مساكم مشاهدين، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من جيل جديد. مثل ما تعرفون كل حلقاتنا تكون مميزه اكثر من ثانيه، واليوم انا موجوده بحديقه الحيوانات في اربيل محضره لكم فقرات كلها حماس وتشويق وتخص الجيل الجديد، خليكم متابعين. حلقتنا لليوم منوعه ومختلفه بكل تفاصيلها، مجموعه من المواهب راح نقدم لكم اياها انا وتاميلا، كل واحد من عندنا اتجه الى مكان، وانا اليوم متواجد في بغداد حتى اقدم لكم موهبه جديده. أكيد شباب وبنات كلكم اللي عندكم أنتم المواهب وحابين تشاركون ويانا بالبرنامج، رقم التليفون مبين عندكم بأسفل الشاشة، تقدرون من خلال تطبيق التليجرام أنه تتواصلون ويانا، ترسلون موهبتكم وإحنا رح نكون وياكم وين ما تكونون، من الشمال إلى الجنوب. مكملين ومبلشين إحنا وياكم بأول أبطال مواهبنا لهذا اليوم بعد هذا الفاصل. كم تمنينا زيارة حديقة الحيوانات وأن نشاهد الكثير منها النادرة عن قرب ونحاول أن نلمسها ونتأملها، فالحيوانات مليئة بالدهشة والجمال، وخاصة حيوانات المفترسة اللي يرغب الجميع أن يقتربون منها ويشوفوها من وراء الأقفاص، واليوم راح نحكي بالتحديد عن تربية الحيوانات المفترسة. مرحبا مدرب سيف، شلونك؟ طبعا كلش حابه اليوم نسلط الضوء على هذا الموضوع اللي مهم انه المشاهدين يتعرفون عليه ويعرفون الحيوانات الموجوده بالحديقه الحيوانات شلون يتم التعامل وياها وشنو الهدف من وجودهم. اكيد واكو حيوانات مفترسه وحيوانات اليفه، فخلينا نحكي وياك اكثر على موضوع التدريب. انت شلون بديت بهذا المجال وشنو الحيوانات اللي تدربها؟ والله انا اول ما بديت من انا صغير يعني هو حب الحيوانات اللي اكثر شيء اللي يخلي واحد يشتغل هي الشغله. والحيوانات اللي ندربها طبعا اسد، نمر، دوب، يعني هيك. وبديت انا يعني بالكلاب. يعني انت كنت اول شيء تدرب كلاب؟ بالضبط. وبعدين اسد ونمر، نبدي من يعني هو صغير ايام عمره. طبعا هو اكثر شيء اللي ربيهن احنا امهن تعوفهن، يعني امهن اول ولاده دائما ما تعتني بيهن. انت شلون يعني تاخذوهم من الموت؟ ايه لو نسحبهم تسحبهم؟ اي نسحبهم ناخذهم، نمدي نعطيهم حليب، حليب خاص طبعا مال القطط، يعني حليب القطط. اي بالضبط. فنخليه نعطيهم طبعا الرضعات يعني لازم سهر ونبات على مودهن لحد ما يبدي ثلاث شهور يبدي ياكل لحم. من عمر ثلاث شهور ونعطيه يبدي اللحم شويه يعني نسيطر اكثر، لان يعني الحليب تعرفين يعني شويه مرات متوفر بالسوق مرات ما متوفر. فبدي بس دي بدي ياكل لحم بدي شوي ضخامه يبدي يكبر اكثر. وبالاسود، الاسود يعني اكثر شيء اللي ربيت الاسود والنموراني. الاسود يعني تعيش عوائل. اي يعني بالاقفاص تكون هي كعائله، عائله كامله، الابوه والاسد. الابوه واسد ويعني اذا اكو وذاك واصغار وياهم يبقون وياهم. بس بالنمور لا، النمور يعني يعيش منفرد دائما، بس احنا هنا يعني شايف حديقه الحيوانات دائما نتابع احنا، نخاف تصير مشكله. يعني ما يصير انه نمر مع نمر مثلا؟ يعني بالبريه هسه يلتقن بس وقت التزاوج. اي بس هنا هسه شايف حديقه الحيوانات يعني من البدايه هنا وصغار يكبرون سوا. اي بس هنا مرات تصير يعني على مود يسيطر على المكان، القفص هسه هذا القفص مسيطر عليه مثلا النمر هذا. ما يصير يعني يجي غير زين. شلون تكون التدريب؟ يعني اكو شغلات معينه انت تتبعها كمدرب لهي الحيوانات المفترسه بالاخص، مثلا من اكل، من تكتيك معين انه تتعامل بها وياهم، وتجي لحظات انت ممكن تفقد السيطره او امور ممكن تخرج عن السيطره؟ والله هو حيوان مفترس، غريزه هاي بي يعني. اكيد صار وياك مواقف همينه. اي مواقف. احكي لنا شنو صاير وياك. والله هو قلت لك انا يعني طبيت على اسود وما اعرف يعني يعني احنا نداوم نرجع ثاني يوم نرجع فبادي موسم التزاوج، طبيت يعني صيح عليه واجى
يركض عليه، فاني عرفت انه اكو شيء. كان دا يهجم عليه. دا يهجم عليه بس يعني. المسافه كانت شويه بعيده، فراسا انا انسحبت ورجعت. والنمر النمر شويه باللعب ثقيل. يعني عظني منه. كان دا يلعب وياه. اي لعب بس هو شويه هم يحب يسيطر يعني علي، فانا يعني شلون افرض الشخصيه عليه. بس بالعمر قلت لك 3 أشهر نبدي. اول شيء نعلم على الاسم طبعا، نضيف الاسم. حلو. اول شيء الاسم على مود نعرف، لانه هو سجل عندنا هنا. وثاني شيء نبدي مثلا اقعد مثلا هيك شغلات، مو يعني شلون السرك لا، يعني على قد احنا مثلا اذا اجي يما اطب مثلا اشوف ايش بي ايده خاف متعور يعني شلون هيك، مو يعني تدريب مثل السرك لا، مجرد يعني نعرف انه اذا مثلا اي علاج يعني الطياني مثلا او الدكتور يقدر اسيطر عليه يجيبه وياه يعطي علاج هيك، مو لا اكثر ولا اقل يعني. حلو. زين بهالفتره شنو الحيوانات او نوع الاسود او النمور اللي تدربهم حاليا بهالفتره؟ والله اكو اسود. اسود يعني بديت فيه هسه بيض، ومو تدريب يعني قلت بس على مود نعلمهم على امور معينه. اي معينه موجودات اذا تحبون شو. حلو. اذا نحن بشكل عام حلو نسلط الضوء انه حديقه الحيوانات هي لحمايه الحيوانات والحفاظ عليها لتكاثرها. طبعا انا كلش سعيده بهذا الحوار وياك، وانا من محبي الحيوانات، فكلش مستمتعه وحابه هسه نشوف اكثر ونتوجه على الاقسام المختلفه. شوف الاسود البيضاء هسه. يلا. مدرب سيف، احنا هسه صرنا يم الاسود البيضاء. مثل ما بدنا نشوف يعني مبينين اليفين واحنا موجودين داخل القفص، فاحكي لنا شنو هاي اعمارهم؟ شلون دربتهم واشتغلت وياهم؟ والله اظني هسه اعمارهم تقريبا سنه. التدريب طبعا هو تدريب، احنا نسوي قطع لحم صغيره. أي. ها نبدي نطيب من ايدينا على مود يعرف ريحه الايد يعرفنا. وراها بعد هو هسه بدينا نطي يعني لحم. لا سردار عوف العوف. اي يلا. ذاك شويه مو اليف هذا، لان اثنين الافتن حلوه. أي. هذا شوف شلون مرجع اذانه يعني شويه، هو سلع روح هناك احسن. لا قصدي مو قلت لك يخاف. مو 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 زين. اذا نشوفه يعني عادي تقتربون. اي احنا يوميا يمهن يعني يوميا يمهن من الصبح للخمسه العصر يمهن. زين هسه انا اذا اقترب منه شو يسوي لي؟ والله شوف هو مو قلت لك احنا يعرفنا هو من نظراته. ايه بالضبط نظرات الاذان. احنا نعرف الاذان اذا يعني حتى البؤبؤ مال العين اذا اختلف حجمه معناته غير ذيله اذا حركه يعني باشكال شوي. يلا تعال شوي نجرب نقترب منه نلعب وياهم. يعني قد ما دا احاول انه ما اخاف، قد ما دا احاول ما اخاف، يعني هو ماكو خوف بس اكو خوف. اي لازم شوي واحد يصير تبقى انه رهبه انه اسد. اي بالضبط. شكلهم لطيف بس احس يعني يمكن ما راح. هاي عيونه مختلفه لونها عسلي. هذا على زراك فاتح. هذا وذاك شو تقولون؟ اتقرب لو لا؟ اتقرب لو لا شو تقولون؟ ايش بقى ايش سوي؟ ها سوينا لزمنا حيه وسوينا ويا السلحفات وتمساح وبس الاسد بقى. هذا الاسد؟ اي والله ما دا اقدر. لا شنو شطب؟ شنو طبي؟ انتوا طبوا. شلون؟ يلا وياك زي مدرب سيف انت شي شويه واني يمه. هاي شلون يكف؟ هسه انا اذا اسوي شيء يكف؟ شنو يصير؟ يعني فوق راسه هيك، اذا هيك قريب احتمال. ايه ها بس ما يعرف كل. لا خاف سردار. صوت صوت صوت. بطلت انت ادري بيك تريد تهجم علي، حاط عينك دا شوف. بابا بابا بال شو سوى؟ انا ما يسوي هيك. ما راح يسوي ذي الشيء. انا ايش هاي الشيء؟ هو هذا ما يعرف يتعامل يعني. غلط غلط هذا التعامل. شنو نروح هناك؟ خلاص 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 خلاص
يسوي نفسه داعي على اساس مو بالضبط بس انا سويت مو وياك وبعدين اي يسوي نفسه مو وياي شوف التكتيك مالته اي بالضبط اي هو داعي على الخشب مو يمين الموضوع هذا رجع تمام ممكن دا يحاصرونه مو بالضبط يسوون خطه التفاف يا سيدي يسوون نفسهم دا يلعبون ويا بعض فاحنا قبل ما يحاصرونه وياكلونه احنا شو نسوي نطلع يبو بس شافته واحد بس شافني واحد يرد يهجم علي بابا هذا دا يحو اقول لكم هذول دا يباعون علي اصلا نعوفهم انت بس لما يوصل بالمدى شلون يريدون يحاولون؟ ايه هو بس مو قلت ايش يصير؟ ايه؟ هو يختار واحد لما حتى لما يصيد ها سمعت من يصيد يختار واحد فاختارني ما اجمل القدر ان يختارني الاسد ليفترسني نعم باي باي إذن وصلت هسه أنا وياكم إلى فقرتي موجود أنا اليوم بهذا المكان اللي هو استوديو بهذا الاستوديو اليوم رح ناخذ ويانا شاب صغير بالعمر ولكن اليوم إلى بصمة بأغلب الأغاني اللي قاعدة نسمعها ما رح نقول إلمن وإلمن لأن ما رح نخلص والفقرة هالطولها بس هو ما شاء الله قادر يكون وبطريقة جدا جميلة علي روني مساء الخير مساء الورد أموري شلون صحتك الله يخليك أحوالك نورتنا اليوم وشرفتنا الشرق يعني لها معزه خاصه عندي والله على راسي والله يا حبيبي على راسنا علاوي انت شاب اليوم انا اريد انقل تجربه شاب اولا انت اجيتنا من مدينه البصره الحبيبه واجيت الى بغداد صح نعم زين اليوم اكو هوايه شباب عندهم الهوايه وعندهم الموهبه صحيح يقدرون يعزفون ولكن من تروح الى شاب يقول لك ها انا ما اقدر لانه والله يمكن الا بالواسطه يلا اصير زين انت جيت من البصره الى بغداد وده تشتغل سولف لي عن هاي التجربه شنو اللي مريت بيه طول هاي الفتره والله عموري شوف التجربه مو سهله ابد وصعبه وبيها يعني مجازفه ومغامره وتفاصيل اكو شغله كلش مهمه عدا الموهبه وعدا انت تعزف حلو فكرك وتواصلك ويا الناس وحبك للاخرين واسلوبك وتعاملك ودبلوماسيه بالموضوع اذا تكونها بين الاصدقاء وتعرف شلون تطرح نفسك بشكل حلو اكو ناس تطرح نفسها بشكل يعني مبتذل يعني مو يعني تحس هذا انسان رخيص من اول نظره يعني هو جاي كانه ما هو شابر نفسه عليك هذه كانت المفاتيح مالتك هذه المفاتيح مالتي اللي دخلت فيها انت صراحة اكو انا يعني خلينا نكون واقعيين اكو هواي ناس يمكن عزفهم حتى احسن من عندي والله بس هي اكو فكر واكو خاصه بشغل التوزيع التوزيع هو فكر اكثر ما هو عزف زين سولف لي انت جيتارست من اي عمر بلشت تعزف يعني على انا الجيتار. بلشت تقريبا يعني عمري 14 سنه 14 او 13 سنه احد بلشت. علمك ولا انت منك وانا بنعالة فنيه يعني انا عمي كان اللي بالبيت كان عازف نعم و جيتار لا مو عازف جيتار كان يعزف طبله ويعني بيركشن كامل اوكي واقاربي يعني اولاد خالتي مخرجين ومخرجين مهمين يعني مسرحيين وعندنا شاعر هم معروف عندنا عائله فنيه يا حبيبي عائله فنيه بالضبط يعني تقريبا اغلب المقربين كلهم فنون جميله كانوا فلذلك انت صارت عندك هاي الكاريزما وصار عندك وانا كنت المطرب مال العائله يعني بالسفرات اعزف واغني وكذا وتفاصيل
فهم كانوا متوقعين انه راح امشي بالسفرات بالسفرات العاليه من كنا صغار بالسفرات اي بالضبط مصر كبيره راح تكون بجيل جديد اليوم تسمعني شيء صوت لا لا ما غني يعني بس انا هاي هاي شايف الـ احنا نسميها القفشات او الجولات الخفيفه اللي تصير بالسفرات شنو لا لا بس ما يخالف انا وياك انت ما تغني صح لا لا ما غني ما تغني ابد ابد بس انا اريد اسمع منك اليوم شيء بصرا وشلون هاي الجولات اللي تقولها ما اذكرها كنت صغير انا جاي بعمر 7-8 سنوات ماكو واحد ينسى شيء من الصغر والله ما اتذكرت هاي التفاصيل كلها بس انا يعني هم كانوا يقولوا لي انه انت دائما بالسفرات تسوي نواهي سواء اول عزف او اول لحن عزفته بعمر ال 14 سنه شنو كان؟ اول اغنيه تعلمتها يعني انا ما اقول لك عزفتها بشكل احترافي أيه؟ بس قد ما كنت احبها يعني أيه؟ يمكن هي كانت السبب انه ادخل انه اتعلم موسيقى اللي هي المقطع الاخير كلش مال انا وليله للقيصر كاظم الساهر كاظم الساهر أيه؟ على راسه تحياتنا أيه؟ لقيصر أيه؟ يعني شوفوا اني هنا بس حبيت انه العب لعبه بسيطه أيه؟ هو يذكر قبل بعمر ال 14 عزف الكاظم أيه؟ انا وليله بس من صار عمره 16 و17 وهنا أنا أكيد مراهقة وناسة فاهم إن يغني لا مو هذا كان سبب هذا كان سبب كبير خلاني أتعلم موسيقى فلازم أتذكره أوكي بس لا تهرب من عندي أنا أريد هاي الجولة اللي أنت تقولها اللي أنا ما أعرفها صدقا أريد شنو بس اللي تقول عادي أنت مو مطرب أنت مو وأنا مو مطرب واليوم والله ما تحضرني والله ما تحضرني والله العظيم ما تحضرني أوكي ما عندي مشكلة أرجع لك بعد شوي ما راح تفلت من عندي اليوم أنت راح تعلمني شوية العزف على الجيتار يلا متفقين اليوم علي بس بلاش الفلوس شو بلاش لو فلوس حبيبي عم تحكي ويانا لا لا ما كنت اذا بلاش ميزانيه كبرى يا حبيبي ايوه خلاص هذا متفقين طيب بس عندي سؤال بعد منو الاصوات اللي انت تنطرب لها لما تعزف لها وهم دا يغنون بصراحه لما تنطرب وهم قاعدين دا يعزفون او دا يغنون كذائقه مستمع وليس كفنان انا جاي احكي يعني ذوقي انا اشوف انا يعني صوت المطرب او صوت المطربين نعم. بشكل عام اشبهها مثل الاكل نعم. اكو ناس تحب اكلات معينه يجوز غيرهم ما يحبهم فصوت المطرب ممكن كصوت انا احبه وجزء انت ما تحبه فاللي احبهم انا كذوقي الخاص يعني كعراقيين اللي اشتغلوا وياهم انا يعني الاصوات اللي بها احساس يكون عالي يعني مثلا انا كلش احب صوت مثلا خالد الحنين خالد كلش احب صوت خالد ياثر بي هواي حلو. احب صوت اوراس كلش ياثر بي محمد الفارس ياثر بي طبعا هذا حبيب قلبي وصديقي واخوي ايه محمد الفارس كلش احب صوته بسام مهدي من الاصوات اللي كلش احبها يوسف الحنين هاي الاصوات الدافيه اللي تكون بيها اكو يعني من تسمعها تقول هذا المطرب عنده شيء مختلف هذا اكيد انت ذائقتك واني حبيت عندك الاسماء اللي ذكرتها اي بالضبط عندهم حنيه بالصوت واحساس كلش 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 راح تاخذني هسه الى اللوكيشن الثاني حتى نبلش بالعزف يلا متفقين زين اني راح اعزف بس ماكو شيء يعني بس تعزف؟ يعني ما تورطني بشيء ثاني؟ ممكن اخليك تغني يعني اسجل لك اغنيه اليوم اقلعك على موضوع الاغاني وهاي التفاصيل. انت احسك بيك مجال شوي بس العفو بيه مجال بالغناء. بيك مجال بالغناء اوكي طبعا اكيد تمام مشاهدينا احنا مكملين احنا وياكم اكيد شو وقت بعد هذا الفاصل. إذا صرنا هسه احنا وياكم باللوكيشن الثاني ويا علي روني وهسه الجيتار هذا الحلو صار بايدك جاهز تمام علاوي قبل لا تبلش وياي وتعطيني التمارين او تعلمني شلون اعزف على الجيتار ماشي اريدك تسمعني اشياء انت عزفتها لفنانين ومن هاي الاغاني خلينا نقول اشتهرت من الاغاني المشهوره لمن عزفت انت من الفنانين سمعني بجيتارك بس بشرط انا ما راح اقول منه لا راح اترك الاجابه للجمهور هم يحزون هاي وهاي شنو هاي اغنيتين واحدة والله؟ والله سويت اغنيتين دمجت اغنيتين دمجت اغنيتين تقريبا طب لنفس الفنان ولا غير؟ لا واحدة هذا واحد لهذا لشخص واحد لفنان ولا؟ لا لا لفنانين 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 حلو هاي اثنين عزفت لي هسه؟ راح اغش الجمهور شوية الفنانين اثنين اي
اثنيناتهم طلعوا من برنامج واحد، ما راح اقول شيء. خلاص اوكي، فاذا نتركها لكم انتم لازم تحزرون. انا شفت شلون قاعده تعزف هسه انت وبهالانامل اللطيفه، اشوف دائما عاده الشباب اللي يعزفون على الجيتار يحاولون يطولون اظافرهم، هل هي صحيح تساعد على العزف؟ يعني مو كل ضروري، اكو ناس تحب انه يشتغل بالاظافر كذا، بس هو النقره يكون بالاصابع او تستخدم بك يعني مثل الريشة تكون اوكي بالجيتار عادي، يعني عادي انت مخير. انا اعرف جيتارك وهواية تحبه ومتشلبي، بس خليني اشوف شنو وضعي اني قدامك. بس لا تفكر انه انا راح البس هذا الشيء اللي انت حاطه هنا، هذا همين اخف لا يغرمونه عليه. لا لا عادي عادي ماكو عادي. زين خلينا نقول هيك صح، انا كم اشتي له مبدئيا تمام هيك ولا هيك؟ لا تمام هيك تمام. اي عادي اوكي ونبلش. يعني شوف كبدايه لازم تاخذ تمارين الاصابع حتى اسيطر على هذول، اللي هي تكون هذا الاصبع وهذا الاصبع وهذا، يعني تحسب. اي انت ما بقت ولا اصبع، اربع اصابع شغلت. هو اربع لازم اصابع. تحسب واحد اثنين ثلاث اربعة. يعني تضرب هذا الوتر اوكي اخر واحد اخر واحد اي، وتنقر هنا بالضبط، انقر الثاني الثالث الرابع، ترجع مره ثانيه. انا سلم موسيقي سلم بالضبط، وبعدين تصعد على الوتر الثاني نفس وعلى الوتر الثالث والرابع والخامس الى السادس، ترجع مره ثانيه. هذا تمارين يعتبر تمارين اللياقه. ايش قد تاخذ هاي عندي حتى اقدر اني يعني اتعلم عليها؟ ماكسيمم تقريبا اسبوعين، يعني تبقى تتمرن بهذه التمارين، يعني تسوي لياقه لاصابعك، تتعلم تاخذ بسرعه، تتعلم الاصابع حتى على مود تاخذ، حتى بعدين بنعطيك السلم الموسيقي الصحيح، انت اصابعك خلاص ماخذه يعني عندها لياقه على الجيتار. هذا بيز؟ هذا بيز، هذا فوق بيز، الجويس يكون تربل يعني. هذا اي لايلون، يعني ثلاثه لايلون ثلاثه سيم. طيب خلينا نشوف، شوفوا اني راح اخربط وتقولوا لي هاي ايش داعي زفاني. انا مقهور والله على هالاوتار الحلوه هذه، انا ما اعرف ايش لسه. زين عندي فكره، قول انت تعزف ونخليك موسيقى ليبسينج، شو رايك بالفكره؟ هيك دغش المشاهدين مشرفك، بس انا يعني دا احاول. والله الموضوع يا اخوي صعب، مو مقدم برامج مش حالاتك وتجني، هذا الموضوع متعب. انت العجينه الخبازه وارجع لك. لا والله اي والله، انت بدك خلينا نتونس بالجيتار مالتك حبيبي، وفرحانين حل هاليوم وياك بي. والله انا يعني ما تعرف قد فرحان وشرفتني اليوم. تدبل عمرك إيه حبيبي، الله يسلمك. قبل لا نختم وياك الفقره، نعم اريد ارجع اسمع من عندك شيء، بس انت تتحضر هسه المفروض مجموعه ان شاء الله من الاعمال مع نخبه من الفنانين. بالضبط. اي اغنيه اليوم تقول بدون ما راح نسمي اي احد، اريد اعرف شيء واحد تقول اني اغنيه اسمها كذا، حاسس انه هاي الاغنيه هي راح تضرب هسه، بس اسمها راح نخلي اسم الاغنيه. اي خلينا نشوف هي ببال المشاهد راح تضل علي بعد اسبوع شهر شهرين تنزل الاغنيه، هل الاغنيه راح مثل ما يتوقعها علي؟ اكو شغله كلش مهمه، يلا احنا اكو نوع من الاغاني نشتغلهن بس ما نعرف شنو اساميهن، يعني بعد ما مسمي الاغنيه، يعني بعد يعني خلينا نقول بالتحضيرات بنحضرها، فاكو هواي اغاني انا مشتغله متوقع راح تضرب، بس اكو اغنيه كامله. اي اعطيني هاي الكامله بدون ما اقول اسم المطرب، بس اسم الأغنية. الاغنيه اسم الاغنيه سناب، اعتقد راح اسوي شيء حلو. هاي سناب، سناب اسمها. احنا ما خلصانين من السناب والفلاتر بعد علي والمطرب. لا هاي الاغنيه ما بيها فلتر، ما بيها فلتر صافيه يعني راح تجي. هاي الاغنيه ما بيها فلتر. مع ولا ضد الفلاتر؟ انا ما احب الفلاتر، انت تشوف صوري بالانستغرام كلها طبيعيه، انا مو من النوع اللي احب الفلتر. مع ولا ضد اللي يستخدموها؟ انا مو ضد، بس حلو الانسان يطلع بشكله الطبيعي، وهذا شكلي، حبيته تعال، ما حبيته براحتك. سؤال اخير. نعم. لو اجاك احد اليوم شاب او بنت، نعم، وطلبوا من علي انه يعلمهم العزف، نعم، ايش قد راح تكون وياهم صادق بتعليمهم للعزف بكل صراحه تقولها؟ وهل عندك وقت تقول لهم انطيكم ولا راح توعدهم وتخلف؟ بصراحه انت صريح قلت لي، خليني اشوف. انت تعرف كل شيء انا قد مشغول، فما ما انطي وقت، يعني اكون كذاب. زين بس بالفترات السابقه، يعني قبل اربع خمس سنوات انا كان عندي طلاب. حلو. كنت ادرس تساعد. لا اساعد وادرس، يعني وفتره من الفترات فتحنا معهد علمنا به، يعني يعني خلينا نقول دورات مجانيه، يعني توعويه للعزف والموسيقى وكذا بالبصره جاي شيء. اتمنى من عندك انه هذا الشيء ما تقطعه، بس يكون وقت يعني فراغ موجود، انا وعد راح اسوي دورات حتى لو على الانترنت. والله انت تقدر انه تسوي هذا الشيء؟ بالعكس، انا كلش احب الناس تتعلم موسيقى وتفهم شنو الجيتار وشنو العود وشنو البيانو، والمبدع لازم ينقل ابداع لكل الناس حتى يظلون ببصمته الحلوه. اذا تعلم موسيقى اكثر، يعني اكثر من شخص، راح تتداول الموسيقى وراح تكون محببه اكثر، وراح الناس راح يبدون يستوعبون يفهمون شنو اللي جاي يسويه انت. حلو. شنو حبه لهاي الاله او شنو حبه للموسيقى،
فأنا كلش ويا هذا الموضوع، وإن شاء الله إذا صار وقت يعني أحاول أسوي دورة. علي روني، أنا جدا سعيد اليوم بتواجدي وياك. أنا الأسعد. وأتمنى لك دائما كل التوفيق والنجاح. شكراً جزيلاً. ونشوفك بأماكن دائما حلوة، وأنت مثال حلو للشاب العراقي الطموح اللي إجا من أقصى خلينا نقول من جنوب العراق ووصل إلى هنا وقدر يوصل إلى كل الأماكن. أنت مو اليوم متواجد فقط بالعراق، بكل مكان دا تعزف مع الفنانين. أتمنى لك دائما كل التوفيق يا حبيبي. حبيبي شكرا لك، ونورتني وشرفتني اليوم. شكرا، ولقاء ممتع وتعبنا أكيد الكادر والشرقية. لا بالعكس، هذا واجب. الشرقية كلش غالي عليه. على رأسنا حبيبي، حبيبي. شكرا لك عمور طيب. إذن مشاهدينا مكملين إحنا وياكم مش وقت بعد الفاصل. انتشر الوشم بشكل ملفت في أوساط الشباب، وأصبح أسلوباً للتعبير عن الآراء والأفكار اللي يعجز بعض الشباب عن وصفها أو الحديث عنها، الأمر الذي جعله بمثابة مساحة جسدية للتعبير عن الذات. واليوم رح نحكي أكثر بهذا الموضوع، خليكم متابعين. أنا سعيدة اليوم أنت موجودة ويانا بالبرنامج، وحابة أكثر فكرة الوشوم أو التاتوز. اليوم خلينا نحكي عنها وياك. شلون بديتي بهذا العالم؟ وش قد صار لك أنت تسوين تاتوز؟ هلا أنا بلشت من أنا وصغيرة، كنت كثير حب أرسم. بعدين في نهار قررت إنه ليه ما بصير أرسم على العالم اللي بعرفهم، سو حبيت خلي ماي آرت يصير موزع على كذا حدا. بلشت بالأشياء الكتير بسيطة يلي هن اللاين وورك، أشياء كتير ناعمة. وبعدين قررت إنه لا لازم خلص أطور الموضوع، سو إنه بلشت جرادولي شوي شوي لحد ما وصلت لمحل بلشت أشتغل أساس أكبر، بس كمان كلها متعلقة بالخطوط، أساس جيومتري، في ستايل معين تأنته، وصرت أعمل دورات أشتغل على حالي فيه وهيك. حلو، يعني هو اختصاصك هم كان شنو بالضبط دراستك؟ أنا بشتغل أي شيء بس مش رياليستيك، يعني هو أنواع التاتو بتختلف، في دوت وورك، جيومتري، كارتونايزينج، بورتريتس، 3D تاتوز، 4D تاتوز. أنت أي الأنواع تعتمديها أكثر شيء؟ I work anything، بشتغل أي شيء بس بعيد عن الرياليزم يلي هو الوجوه الحقيقية الواقعية أو الرسومات اللي يعني صحيح. مثل ما هي واقعية. صحيح. حلو، زين ايش قد صار لك كم سنة انت بلشت القصة معي؟ من 4 سنين وقررت انه اروح اتعلمها بروما. فأول تاتو ارتست بعدني بتذكره، عطاني اول دورة كان اسمه ستيفانو بروم. أخذت الدورة ورجعت على لبنان وصرت أتمرن أتمرن أتمرن، وبعدين ظروف لبنان ما ساعدت كثير فصرت انترناشنال من بلد لبلد لبلد. صافتك تسمين خبرة أكثر همين وتضيفين للبلد وأتعرف أكثر على كولتشرز، عالم بتشوف نوع التاتو كيف بيختلف من بلد لبلد. وتتغيرين هذا الشيء بعملتش لو عندك ستايل معين؟ لا هلأ عندي ستايل معين وأنا بشتغله، وخليت العالم اللي يحكوني يحبوا هذا الستايل من وراء الانرجي اللي بعطيهم إياها وكيف أتعامل معهم بموضوع التاتوز، إنه I'm so friendly، يعني بخليه يحب الشغلة حتى لو كان أول شيء مش مقتنع فيها totally. حلو. Yeah. زين فاتن، بالنسبة إليك التاتو شنو يعني لك؟ أنا ده أشوف عندك سمارت حلوة هم على جسمك، خلنا نحكي بيها. بس أول شيء احكي لي شنو التاتو؟ أكثر it's a lifestyle، هو يعني طريقة حياة lifestyle. وحتى في ناس بتلاقيهم بحطوا التاتو لسبب كتير حزين وبحولوا لذكرى تضل خالدة معهم لحياتهم كلها،
وفي ناس بتلاقيهم بحطوها بس فور ديكوريشن انه عندي سكن فاضيه وعبالي عبيها، وعندي هيدا شيء ثاني بنت شوي بتشبهني، وفي روز والباترفلاي، واهم شيء الكالر اللي هو البلو. صحيح انا ام فان اوف بلو، هو اكثر لون بجيب بيس على الروح تبع الانسان. حلو. وعندك خطط ان تسوين تاتوز بعد او شو جديده؟ اوكي اي وود لاف تو. لو تتوقفين خلاص. لا يعني ما بعرف، حسب، ممكن اكثر من مكان موجود بجسمك بس عندي عندي كذا تاتو، يعني تقريبا شي 11 تاتو بس موزعين وكلهم فيهم ازرق. كلها ازرق، اهم شيء الازرق، وكلهم بيها قصه اكيد او اكيد طبعا. اكزاكتلي. زين خلينا نحكي على انواع التاتوز اللي اليوم حكيت على انواع اللي انت ذكرتيها 3D وغيرها، بس بشكل عام اكو اللي يسوون تاتوز كممكن عندهم سكار او ندبه يخفوها او عندهم مثل ما قلتي شيء تجميلي او ممكن حواجب او هل هلا في اول شيء مثلا البي ام يو تاتو اللي هو كل شيء معلق بالبيرمننت ميك اب تاتو ويجب شفاف اي لاينر. اخذت كورس مع اوكرانيان ماستر بجوردن على هذا الموضوع، بس ما حسيت حالي بلقيت نفسي بهذا الموضوع. انا يعني ما بيشبهني الموضوع التجميلي تبع النساء، سو حسيت اكثر اللي بيعبر عن نفسي هو البادي تاتو، لانه فيه اكثر كونتاكت مع شريحه كبيره من المجتمع. وغير هذه القصص اللي بتسمعيها من كل شخص عم بيجي وتسألي انه ليه عم تعمل هاي التاتو، شو القصه، بتسمعي اشياء اند يو جيت مور اكسبيرينس تجارب العالم، وعن جد في كتير قصص أثرت فيي كتير كتير كتير. يعني ما بعرف إذا في وقت بخبرك شيء كتير صغير عن شخص التقيت فيه بالأردن، كان جاي لعندي عم قال لي إنه بدي يعمل تاتو اسمه وعدته فوفيت. فأنا انصدمت إنه شو الفكرة من هالكلمتين. قال لي بي كان على فراش الموت وأنا كنت كتير ألكوهوليك، مدمن كحول، وعهو وعم بموت كان عم بيقله إنه أنا رح أوعدك إنه أنا حوقف. هذا الرجال كان من مصر وكان عم بيتعالج بالأردن، فلما عرف إنه أنا موجودة بالأردن بيجي لعندي قال لي بدي أعمل بس هول كلمتين. خبرني القصة، قال لي بعد 10 سنين وعدته فوفيت وعملها هون. وعن جد وقتها يعني كتير هيك أثر فيه إنه كتير حلو الموضوع. ايه فبسمع كثير قصص حلو، يعني قصه تكون مميزه وممكن تتذكر قدامك صح تسمعين عنها فمن تشتغليها تكون يعني ايه وبتاثر فيه وما بنساها يعني. زين فاتن خلينا نحكي على ابرز الادوات او التولز اللي انت تستخدميها بالتاتو. دا اشوف وراك اكو مجموعه من الاغراض. هلا انا بيزيكلي بستعمل as for black ink يلي هو dynamic ink الحبر الاسود يلي هو made in the USA حصرا. ما بستعمل ولا اي شيء غير اللون الاسود بس تستخدميه يعني ك يعني هو كبراند أو... لانه اكثر سؤال متكرر بالدول العربيه شو هو الحبر اللي بتستعمليه وهل يا ترى بيتغير لونه او ما بيتغير لونه، معقول يصير مادي او لا، وبيسالوني اذا اسود اكزاكتلي لازم يكون أسود. بلاك واتس نون انه اتس ذا بيست تكون ميد ان ذا يو اس. حلو. وريجاردينج الكالرز يعني بستعمل هول الالوان اللي هن وورلد فيمس اترنال. اهم شيء بالالوان يلي بتجنب شوي استعملهم بالدول العربيه لانه العالم ما لهم خلق يهتموا بالتاتو الملونه، يعني اللي بده ينزل على البحر بده ينتبه انه بده يحط له سان بلوك 50. حلو هذا الشيء ضروري، هذا الشيء كثير مهم. والا التاتو ويل بي روند، الشمس يعني والتاتو ما بحبوا بعض. شنو يصير ممكن إذا الالوان حتبوخ حتبطل واضحه، ما بقى بتضلها فايبرنت. يعني لازم ضروري الواحد نفس الحيويه الالوان. اكزاكتلي. شو الالوان اللي تعتمديها اكثر شيء هنا قلتي بشرق الاوسط او الزبائن ممكن تطلبها منك؟ هلا اكثر شيء بحبه الجراي واش، يعني اسود ودرجاته لا توصل درجات الرصاصيات والاسود. والكولرز بالعاده انا بحاول اقنعهم لانه بحب اضيف حياه للتاتو، اعطيها حياه تحسيها انه يعني عم تحكي معك، مش انه بحس الاسود مرات هيك يعني بتنزل. ككتابة يمكن أو رمز شيء ممكن حلو أسود ضروري أسود، بس إذا رسمه بس إذا أي شيء like ماندالا flowers كتير بفضل إنه يفوت فيها ألوان. أكيد الماندالا اللي هي الرسمة اللي تكون بها التفاصيل كل حلوة. زين خلينا نحكي شنو أكثر الرسمات أو الديزاينز الزبائن تطلبها؟ أكثر شيء بيسألوني عن الأسامي اسماء، وعطول بحاول اقنعهم انه بالتخطيط العربي. لما يقولوا لك مثلا اسم معين تنصحيهم انه ممكن هذا الاسم؟ انا ضد انه حدا يجي يعمل اسم حدا حتى اذا مجوزه، لانه ما بتعرفي شو معقول يصير. شو يصير بالضبط. بعدين ما كثير بحبز موضوع الليزر لانه
يعني بحس انه بده يصير يضطر يعمل له كفر اب تاتو بتاتو تانية. بتاتو فلا يعني don't go there. فينا نعمل شيء تاني يمكن يعبر لك عن هذا الشخص اللي بتحبه بس ما ضروري تحط الاسم. something like this. اذا انت تجيك اكثر شيء اسماء بس انت تفضلين انه الديزاينز او رسمات معينه تعتمد زي تنصحين وتدخلين او خلص تحترمين على طول بقول لهم انه لا بفضل to go with عربي لانه بتقدر تشوفي قديش شاطر الارتست بطريقه الاحرف والفن اللي حيبرزها على على الجسم. الانجليش قد ما يكون يعني ما حيكون مرتب وفخم مثل العربي كتاتو. اللغه العربيه وتخطيطها. وعلى فكره اللغه العربيه كتاتوز هن من اكثر التاتوات المطلوبين باوروبا فعلا. يا سوبر يعني كثير. وعندك كتابات انت تاتوز مسويتها؟ يس على انستغرام فيكم تشوفون. حلو حلو very nice. وأنا كنت سعيدة إنه كنت ويانا بالبرنامج. أنا كمان thank you so much. وأكيد راح يكون شيء حلو نتمناش كل الموفقية. thank you so much. thank you. my pleasure. merci. وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من جيل جديد. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها. طبعاً هذه الأصوات اللي نحن موجودين بحديقة الحيوانات. ولا تنسون أصحاب المواهب والمشاريع المميزة والرياضات أن تراسلونا على أرقام التليجرام الظاهرة أسفل الشاشة. إذا نشوفكم الأسبوع القادم في نفس الموعد. إذا وصلنا إحنا وياكم إلى نهاية فقرات حلقتنا لهذا اليوم. رح نشوفكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد إن شاء الله. أكيد مجموعة جديدة من المواهب رح نقدم لكم إياها من خلال برنامج جيل جديد. موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.